عميد شرطة ليلى زوين، رئيسة مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة بمديرية الشرطة القضائية المديرية العامة للأمن الوطني. رواق الجريمة الإلكترونية هو رواق مخصص من أجل تحسيس يعني جميع الزوار سواء كانوا أطفال ولا رشداء بمخاطر وأشكال الجريمة الإلكترونية، وبالاستراتيجية اللي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. ولهذا الغرض فالرواق ديالنا هو مقسم إلى قسمين، قسم مخصص للأطفال وقسم مخصص للبالغين. فبالنسبة للأطفال وجدنا لهم واحد المطوية اللي هي عبارة عن مجموعة من النصائح بطريقة سهلة اللي كنمروا من خلالها بعض الرسائل ديال كيفاش يتعاملوا مع الانترنت بطريقة سليمة يعني بدون ما يتعرضوا للمخاطر. وأيضا هناك ورشة للأطفال اللي من خلالها تنوريهم كيفاش يستعملوا محركات البحث، ولكن دائما محركات البحث اللي هي خاصة بالأطفال. بالنسبة للبالغين فحضرنا أربع مطويات، هذه المطويات هي موجودة باللغتين العربية والفرنسية. عندنا المطوية الأولى يعني كيف تتعامل مع الهاتف الذكي يعني اللي كيكون مكونكت مع انترنت ومع الحاسوب، وشنو هي مجموع النصائح اللي مرتبطه به. ايضا عندنا مطويات ديال كيفاش تتعاملوا في مواقع التواصل الاجتماعي، دونك هنا كاين مجموعه من النصائح ديال كيفاش تكون كلمه المرور، كيفاش يعني يجب تحليل المرفقات اللي تقدر يكون فيها واحد رسائل احتياليه ولا يكون فيها واحد الفيروس. ايضا مطويه خاصه بشبكه الانترنت خصوصا الواي فاي، كيفاش الناس تحمي الواي فاي ديالها باش ما يتمش استعماله من طرف اخرين من اجل ارتكاب افعال اجراميه. ومطويه ايضا خاصه بجرائم الابتزاز، لان لاحظنا ان في هذه السنوات الاخيره ان يعني نعم انها بقت موجوده يعني وانتشرت في السنوات الاخيره، الشيء اللي جعلنا نديروا مطويه خاصه بجرائم الابتزاز تنشرحوا من خلالها شنو هي هذه الجرائم، ولكن ايضا سنقول لهم طريقه التعامل مع التهديد، يعني كيفاش شنو هما النصائح اللي خصهم يتبعوها باش ما يطيحوش كضحيه للجريمه ديال الابتزاز. وايضا الا ما كانوا ضحيه ديال جريمه الابتزاز شنو هي مجموع الاجراءات اللي يجب الاتخاذ ديالها في هذا المجال. ايضا قمنا بوضع يعني بتطبيق اللي هو عباره عن اختبار تيمكن الزوار من تقييم واختبار مدى معرفتهم بالحمايه الرقميه، وكما كتشوفوا فهما يعني كاين يعني مجموعه من الشباب اللي كيتوافدوا يعني على الرواق ديالنا باش يقوموا بهذا الاختبار وباش يستافدوا من النصائح اللي كنقدموها لهم في هذا الميدان.